احنا عملنا كدولة خلال 8 سنوات اللي فاتوا بكل ما أتينا من قوة حتى يعني الفجوة دي تنتهي تماما وتبقى في بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات، خاصة ان اللي انا بقول عليه الفجوة اللي بقول عليها ما كانتش في قطاع دون اخر، لا كانت في كل القطاعات اللي موجودة. لو كلمنا على قطاع الطاقة كان في فجوة كبيرة، لو كلمنا على قطاع النقل في فجوة كبيرة. لو فبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال 7 سنين اللي فاتوا اللي كان في جزء كبير منه تم يعني الاستدانة بيه عشان نصل إلى أن احنا ما نخشش في يعني إشكاليات الوصول للهدف، في أن الدولة تبقى قادرة ببنية أساسية على أنها تتقدم سواء للقطاع الخاص المصري اللي هو مقدر واللي احنا حريصين جدا جدا، وده مش كلام بنقوله هنا في المؤتمر فقط، لا ده احنا انا هقول ايه الاجراءات اللي احنا حريص ان احنا نعملها خلال السنوات الاخيرة فقط عشان نشجع القطاع الخاص فيه. لكن ارجع اقول تاني، احنا تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى أفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. كان مسارنا إن احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال 8 سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا.